رمضان يا شهر بك ربنا نعم، أهلا هلا بك دوم يا فرحة المسلم. رمضان يا شهر بك ربنا نعم، استبشروا هالناس بك دومك الميمون، وارتاحت الأنفاس وخضرت العيون. استبشروا هالناس بك دومك الميمون، وارتاحت الأنفاس وخضرت العيون. أهلا هلا بك دوم يا فرحة المسلم، رمضان يا شهر بك ربنا نعم. حياكم الله أعزائي المشاهدين من جديد في حلقة جديدة من برنامج سؤال وجائزة. سؤال هذه الحلقة: بماذا لقب إبليس عليه لعنة الله؟ إبليس لقب بلقب، ما هو هذا اللقب؟ هذا البرنامج برعاية شركة علي عبد الوهاب الفايز، الحسون سنتر، مستوصف رويال، الفقيه للعود، كيوت للعطور، عطري أجمل، حرف للدعاية والإعلان، بلاك روز، حلويات لارين، الراعي الإلكتروني صحيفة عين حائل الإلكترونية. عبد الله حربي، هلا بك. الله من وين يا عبد الله؟ ومن حائل. هلا بك، الله يعافيك. كل عام وانتم بخير. طيب ان شاء الله، كل عام وانتم بخير ان شاء الله كلكم. شلون شفت الحسون واسعار الحسون؟ لا، مناسبه بالنسبه لنا، جدا مناسبه. يعني احسن شيء انه افتحوا مثل المراكز هذه، يعني تساعد على انه تنافس المحلات الثانيه، عرفت؟ يعني اكيد مناسبه جدا. يعني حتى الميزه بالحسون انه حتى في قسم رجالي وكل الاشياء، يعني كل شيء موجود. احنا ودنا انه بعد تفتح مراكز زي كذا عشان تنافس المحلات وتنافس. اي نعم عبد الله. اي نعم عبد الله، الله يعافيك ويسلمك. عندي سؤال: ابليس لعنة الله عليه لقب بلقب، ما هو هذا اللقب؟ ابليس. هنا والله يعني غير الشيطان وغير ال... انا طب سؤال معلش، مثلا انا كذا الحين، الشيطان غير ابليس ولا ابليس هو الشيطان؟ لا، ابليس زي ما تقول هو رئيس المجموعه يعني. الله صارت اصابات ابليس وربعه وجماعه. ابليس ما هو مشكله، المشكله يطلع لك بني ادم يصير ابليس. يعني ممكن. لا، ابليس هو اللي زي ما تقول هو رئيس المجموعه، عرفت؟ الكينج حقه. نعم. هذا الكينج كان يلقب بلقب اللي هو ابليس. طبعا الشياطين الرجيم، الشياطين اعتقد حسب معلوماتي وانا ماني متاكد انه غير ابليس. إيه، الشياطين غير وابليس غير. يعني ابليس هو اللي كان ملك بس هو بتاع كله. على كذا هو الموجه، هو الموجه. ابليس هذا لقب بلقب، بس نبي اللقب هذا حق ابليس. يا اخي انك صعبت علي صراحه. أعوذ بالله، والله يا أخي إنه أطرف لساني لكني ناسية. مر عليك؟ مر علي والله، بس تخبر، إحنا ما توقعنا إن نواجهكم عشان كذا. إيه، هذه اسمك؟ شوق. شوق، حياك الله. وأنت شو اسمك؟ جانا. جانا وشوق، يلا يا شوق أعطينا مشاركتك ونشوتك. شوفي البنت هذه تراعي لك، خلينا نسمع نشوتك يا شوق. شوق قلبتي كبيرة، عشتي في هوا ما في هوا هوا، عشتي لا تفسى لفسى هوا. شوي قلبتي كبيرة، عشتي في هوا ما في. هذه يا شوق. وانت يا جنى، وش المشاركة اللي عندك يا جنى؟ ما عنده شيء. ما عنده شيء؟ لا. عطنا من حقة طبعا هذه شوق، خذي يا شوق. الحين تلعبين الملاهي انت وجنى، العاب مجانيه. زين يا شوق، الله يعافيكم. الله يرضى. يلا نرجع لك عبد الله، عندك اجابه ولا؟ والله اهني اول شيء الوالد والوالده،
وام العيال طبعا. اي والله وبناتي وهنيكم بشرف فضيل ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه. الله يعطيك الف عافيه. يلا حياك الله. اهلا وسهلا يا مرحبا. عادل عبد العزيز السعيد. حياك الله عادل. اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير عادل. سلام طيب ان شاء الله. عادل ما شاء الله احنا نشوفكم مع المول وقاعدين تسوقون ما شاء الله. والله مع الاهل انت عارف رمضان والعيد مقرب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. انا شايفك تطقطق بجوالك ما ادري. والله ما في شبكه طقطق على اساس اني اتسلى لك ما في شبكه. طبعا الحسون شفت اسعار انت الحسون طبعا الحسون احد الرعاة في برنامج سؤال وجائزة. والله جيد الحسون صراحة مول كبير وتسوق فيه مريح صراحة جدا واسعاره معقولة جدا. طيب عادل عندي سؤال وعندي مجموعة من الجوائز. اكيد متزوج انت؟ لسه لا والله لسه متزوج. لا لانه انا عندنا جائزه طبعا احد الشاليهات في منتجع علي عبد الوهاب الفايز الاقامه المعاريس 2 فقلنا يمكن انك عاد ممكن قريبا او حتى تاخذه وتهديه لاحد. لكن السؤال ابليس عليه لعنه الله لقب بلقب ما هو هذا اللقب الذي لقب به ابليس؟ الشيطان. ابليس لقب بالشيطان. متأكد؟ متأكد. الناس ما دائما يقول لك شياطين شياطين لكن إبليس له إبليس غير الشيطان ولا لا؟ ولا هي صفة من صفات صفة إبليس؟ صفة من صفات إبليس صفة من صفات إبليس اللي هو الشيطان. بس احنا نعرف انه في شياطين كثير يعني غير إبليس صح ولا لا؟ صحيح. لكن إبليس له اسم معين انت تقول الشيطان ممكن صح ممكن خطأ لكن انا اقول متأكد ولا تغير إجابتك؟ والله متأكد لا ماني متأكد إيه؟ لكنه ما عندي إجابة ثانية. ما عندك ما ولا تفكر. والله إبليس يا إبليس الشيطان. هو هذا المتعارف عليه أنه الشيطان ارتبط بإبليس وإبليس ارتبط بالشيطان. ما عندي إجابة ثانية ما في لا طبعا تهني أحد طيب عادل قبل ما نقول لك إجابتك صح ولا خطأ؟ والله يهني جميع المسلمين بهذه مناسبة رمضان وهني خاصة الوالد والأخوان وجميع الأصدقاء وأنتم بنات روتانا. شكرا لك أهلا أهل وسهلا كل سنة طيب إن شاء الله. لكن شوفك إن شاء الله مناسبات إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. كيف حالك؟ أهلا وسهلا بالحمد لله. تعرف عليك الله يخليك. سعيد عفيف توفيق. سعيد عفيف توفيق. سعيد عفيف توفيق إن شاء الله. ما شاء الله كيف حالك؟ الحمد لله تمام. من وين يا سعيد؟ ظاهرا من مصر. ما شاء الله كيف حالك؟ الله يخليك كل سنة وانت طيب وانت بالصحة والسلامة ورمضان مبارك إن شاء الله على الجميع إن شاء الله. سعيد عندي سؤال وأتوقع تعرف الإجابة. هذا في إبليس لقب بلقب واضح؟ وش اللقب هذا اللي لقبه إبليس؟ والله غير الشيطان الرجيم غير الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير الشيطان الرجيم. هو كان أنا أعرف هو بالنسبة حتى لست أنه كان أنا عارف من عندك إجابة أنا عندي بس بصراحة أنا عارف من عندك إجابة هي عندي أنا بحاول طبعا أصحصل أني راحت من خاطري دلوقتي ولكن يعني بتكلم هو ربنا سبحانه وتعالى طبعا هو كان كبير ال هذا هو ابني على فكرة ابني محمد تعالي كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف أنت بخير محمد؟ الحمد لله وأنت بخير مبارك. الحمد لله تمام. سعد أبوك في الإجابة إن شاء الله بإذن الله بحصلها إن شاء الله بالنسبة لل أنا مش قادر حتى أقول إجابة كمان خاطئة يعني الواحد أفضل من الإنسان طبيعي النهاردة. طيب ممتاز يا سعد توجه تهنئة؟ أنا طبعا بوجه تهنئة طبعا بالنسبة النهاردة الأسرة طبعا النهاردة ولكل المسلمين طبعا الحمد لله بحلول شهر رمضان وربنا إن شاء الله يجعله شهر مبارك على الأمة الإسلامية طبيعي وينصر دائما الإسلام إن شاء الله ويعز المسلمين بإذن الله في كل مكان الله إن شاء الله. وأنا شاكر جدا ليك يعني الله يخليك. فبناء التصوير بقى اسمه إيه؟ خلاص أنت خلص الحوار بإذن الله. شكرا لك يا سعيد. عفوا الله يخليك. أهلا وسهلا. يا مرحبا. الاسم لو سمحت. فايز العطاوي. حياك الله يا فايز. يا هلا. من وين يا فايز؟ جاي منها حايل ولا من برا حايل ولا من الجاعد والله. حياك. اي والله. اهلا وسهلا فايز. يا مرحبا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. سؤال ابليس كان يلقب بلقب عليه لعنة الله ما هو هذا اللقب؟
إبليس لقب بلقب؟ لقب؟ إيه. ما في خيارات. ما في خيارات السؤال. شلون سعيدسة؟ إبليس لقب بلقب، ما هو هذا اللقب؟ الله إني. طيب كلامك بخير. وأنت بخير صح. شكرا لك فايز عطاء. مع السلامة. يا هلا. متواجدين أعزائي المشاهدين، شكل السؤال هذا صعب. بماذا لقب إبليس عليه لعنة الله؟ طبعا السؤال هذا من اختيار مختار المجيدي، معنا أحد الموجودين هنا في الحسون سنتر. تعرف عليك؟ عمر العتيبي. عمر؟ عثمان العتيبي. حياكم الله. من وين؟ من الدوال. حياكم الله. سلمك. عندي سؤال. طيب إبليس هذا له اسم أو له لقب، وش الاسم هذا؟ الشيطان. يقول الشيطان. الشيطان. هو يقول الشيطان اللي هو إبليس. إبليس. شيطان هو إبليس. من عرفنا الدنيا وحنا خابرينها بس. غير ما نعرف. هم ملعون ها؟ إيه هم ملعون. قال له اسم قالب عنه ما. إيه له اسم غير الشيطان. ما عنديها جوجل. لا لا. ما في خيارات. ما في والله السؤال هذا ما في خيارات. عاد توقعت انكم متزوجين، كنت بعطيكم حق الشاليهات حقت الفايز، لكن مو مشكله. يلا نشوف الجوائز الكثير اللي معنا. فكر. يعني هو له اسم غير إبليس. اي له اسم غير إبليس وغير الشيطان. قد درسناه بس ما يحضرني حاليا. يعني مر عليك؟ قد مر علي وقد درسته في الجامعة بس الحين ما وحنا وطارق استاهل سلم. يعني خلنا نمشي وحنا. أنا أقولك هذا ويش عمر شخبارك؟ والله بخير. طيب أتعطيت سؤال. عطني سؤال. أنا ما جبت شيء بالله. إيه. طيب عمر، متى آخر مرة قرأت قرآن؟ ها؟ متى آخر مرة مسكت المصحف الشريف؟ اليوم العصر. ما شاء الله. وانت اليوم الفجر. ما شاء الله. هو السؤال مرتبط بالموضوع اللي أسألك. السؤال سؤال سهل ترى، ما أبو خيارات. تمر بداية القرآن ترى ما بتخدمها. إن شاء الله تختمها. إن شاء الله. سورة بالقرآن تسمى عروس القرآن. عروس القرآن. إن شاء الله نشوفكم معريس السنة الجاية إن شاء الله. عروس القرآن إنسان هي. فكر خذ راحتك. سورة محمد الظاهر أنها هي. عمر وانت؟ سورة الناس. فكر عادي خذ راحتك. سورة تسمى سورة بالقرآن الكريم تسمى عروس القرآن. هالسورة تسمى عروس القرآن. سورة محمد. مر عليك المعلومة؟ ما قد مرت علي بس اني اشوف اني. شلون تبي خيارات طيب وانت تقول سورة محمد؟ انا يعني اقول انها لا لحظة خلنا أتأكد بس معلومته صح ولا ضاربة معه بس. لا أنا أشوف إن المصطفى أكيد إن له شيء في القرآن بس بدري وش اللقب للصورة هذه بدري بس الظاهر إنه على صورة. طيب اسمع قبل ما أعطيكم خيارات أبي واحد منكم هو اللي يعطي. أنا لما أعطي خيارات واحد اللي يجاوب. بغض النظر ما أتكلم عن الجائزة، أنا أتكلم عن اللي بيعطيها الخيارات هو اللي عشان ما يقول. طيب أبي أعطيك خيارات. عمر ها خلاص انت تطلع من الموضوع. الخيارات سورة محمد، ركز معي، سورة فصلت ولا سورة الرحمن؟ عنده معلومات هون لكنها محمد لا تبت عليها. ايش رايك؟ ما عندنا غير. ما في تغير مرة 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 نهائي. نهائي. حتى لو قلت غير. حتى لو قلت غير. غير يقول ما أنا مغير وبعدين غير ولا لا؟ محمد عمر من الآخر غير ولا لا؟ ما أنا مغير. ثبت ثبت. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. والله هني أول شيء الوالد والوالدة والأخوياي واللي موجودين معي بالعمل وقناة المرقاب، وهني اهل حائل اقول لهم كل عام وانتم بخير صيام مقبول. اللهم امين. وانت يا عمر هل قلت بتغير الاجابه ولا تبي تهني الحين؟ خلاص انا قل لا دام انك كررتها فان الرحمن.
ثبت؟ ثبت. تغير ولا تثبت؟ لا بثبت. ليش قلت محمد وبعدين قلت سورة الرحمن؟ لأن الرحمن لها لقب بعد، بس إني أكيد إنه هو. طيب. بس. مرة. مرة. ما تغير. ما نبي. مرة. مرة. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. إجابة. خطأ. صح ولا خطأ؟ إجابتك صحيحة. صفق يا أسف صفق. كوبون مشتريات من عطري أجمل، كوبون مشتريات من الفقيه، كوبون مشتريات من كيوت للعطور. أيوة ندور هنا الحين. كله موجود بالسوق. إيه نعم. فيه بالسوق وفيه برا السوق. طيب. كلامك خير. كلامك خير. مع السلامة. إذن أعزائي المشاهدين طبعاً نحلوا معنا السؤال. سورة تسمى عروس القرآن، فما هي؟ هي سورة الرحمن. سورة الرحمن. نرجع للسؤال اللي قبله اللي هو بماذا لقب إبليس عليه لعنة الله. طبعاً نشوف الإجابة مع بعض في حلقة الغد. اليوم انتهى وقت البرنامج، نلتقي إن شاء الله في يوم الغد. فمان الله. هذا البرنامج برعاية شركة علي عبد الوهاب الفايز، الحسون سنتر، مستوصف رويال، الفقيه للعود، كيوت للعطور، عطري أجمل، حرف للدعاية والإعلان، بلاك روز، حلويات لارين، الراعي الإلكتروني صحيفة عين حائل الإلكترونية. لن هلا بك دوم يا فرحة المسلم، رمضان يا شهر بك ربنا نعم.